الرئيس منزعج من عملية اغتيال خاشقجي، ويقول إن السعوديين خانوا ثقته وأظهروه بشكل سيء. هذا ما نقلته شبكة CNN الأمريكية عن مصادر مقربة من ترامب. قبلها كان الرئيس الأمريكي قد اعتبر قتل خاشقجي عملية حمقاء وغبية، وقال إنها نتيجة مؤامرة فاشلة، وإنه سيكون مستاء للغاية إذا تأكد ضلوع الملك سلمان ونجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فيها. ورغم أن ترامب لم ينسك عدده التأكيد على أهمية الاستثمارات السعودية ومعارضته وقف صفقات السلاح مع الرياض، فإنه شدد على وجود خيارات أخرى لمعاقبة المسؤولين عن قتل خاشقجي وإمكان فرض عقوبات على السعودية. وكشف الرئيس الأمريكي في حديث لصحيفة USA Today عن توقعاته بالحصول على معطيات جديدة من استخبارات بلاده بخصوص ملف خاشقجي خلال فترة قصيرة. فهناك مجموعة من الموهوبين حسب تعبيره في تركيا والسعودية ينتظر عودتهم إلى واشنطن بمعلومات جديدة تلقي بمزيد من الضوء على ما حدث لخاشقجي داخل قنصلية بلاده ومن أصدر الأوامر بالتخلص منه بتلك الطريقة البشعة. وإن كان الرهان الأكبر في ذلك سيكون ربما على نتائج الزيارة اللافتة التي تقوم بها حاليا مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA جينا هاسبل لأنقرة، والتي أجرت خلالها مباحثات مع المسؤولين الأتراك بشأن مقتل خاشقجي. وبينما تتواصل في واشنطن انتقادات مشرعين أمريكيين لطريقة تعامل إدارة ترامب مع قضية خاشقجي، ومن آخرها تجديد السناتور الديمقراطي ديك ديربين مطالبته بطرد السفير السعودي لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان. واعتبر ديربين أن هذه الخطوة من شأنها توجيه رسالة للسعوديين بأن هناك ثمنا لما سماه الأفعال الوحشية التي تتعارض مع القيم الأمريكية. انتقادات باتت على ما يبدو تدفع الرئيس الأمريكي لزيادة جرعة ضغوطه على القيادة السعودية، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية للكونغرس. فقبل حديثه لصحيفة USA Today كان ترامب قد قال لصحفيين أمريكيين إنه غير راض عما سمعه من السعوديين بشأن مقتل خاشقجي، مضيفا أن مهلة الشهر التي حددها السعوديون لإنهاء تحقيقاتهم طويلة جدا ويجب أن يتصرفوا بسرعة أكبر. من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس إن مقتل الصحفي السعودي بطريقة وحشية اعتداء على الصحافة الحرة والمستقلة. وفي منتدى تستضيفه صحيفة واشنطن بوست التي كان خاشقجي يكتب فيها مقالات رأي، شدد على عزم الإدارة الأمريكية استخدام كل الوسائل المتاحة لها للوقوف على ما حدث لخاشقجي وعلى محاسبة قتلته، موضحا أن قرار فرض عقوبات على السعودية من عدمه أمر يعود إلى الرئيس ترامب.